عند أبي داود بن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: كيف بك يا أبا ذر وقد غرقت أحجار الزيت بالدم وما يكون في الحرة؟ وهذا حصل لما أرسل يزيد بن معاوية مسلم ابن عقبة حتى سماه السلف مسرف، فإنه أتى إلى أهل المدينة واستباح 3 أيام وقيل أكثر من ذلك. معلوم أنه رضي الله عنه لم يدرك ذلك وأراد أن ينبه عليه الصلاة والسلام ما يقع، فقال: يا رسول الله وماذا أصنع؟ قال: كن مع أنت منهم، يعني كن مع أهلك، قم على شؤونهم ودع عنك ما جرى. وقيل: إن كان هناك إمام قد واليته فلتعطيه ما بايعته عليه.